ومعانا النهارده وزي بعد ما شلنا الستيكر من على الاستلس. ادي شكل الاستلس بتاع البوتاجاز، استلس من النوع الايطالي المط، حوامل الزهر جايبه العين كلها، مفيش اي اهدار للمساحات، يعني الحلل توزيعهم هيبقى كويس جدا. اقدر احط 5 حلل مرتاحين على البوتاجاز، وكمان زي ما احنا شايفين البوتاجاز كله شكله شيك جدا، توفر منه اللون الاسود في استلس واستلس في استلس. برضو استاذ محمد هيشرح لنا المواصفات البوتاجاز الفولمان الالماني، مواصفات الماني طبعا بتكنولوجيا وتجميع مصري اهو، جيرمان اكسبيرينس، خبره المانيه، بريفيوم كواليتي. وادي رقم المختصر بتاع اكسبيرت، شركه اكسبيرت اللي هي المجمع او المصنع لبوتاجاز فولمان في مصر. استاذ محمد ممكن بس تقول لنا كده المواصفات الفنيه بتاعت الجهاز بس اول ميزه موجوده في البوتاجاز بتاعنا هو الشكل الانيق، شكل والديزاين بتاعه الممتاز اللي بيديك الشكل العصري. اول حاجه في البوتاجاز طبعا العاكس بتاعنا المرايه، الحامل بتاعنا 18 بوصة دي كويسة جامد جدا. البوتاجاز عندنا الفونيا اللي في النص بتاعتنا ميدل ايطالي، شركة ديفندي الايطالية من اعلى الشركات برضو في صناعة مكونات المحركات البوتاجازات. تمام، عندنا مخرجين الغاز جايين بمصورتين غاز منفصلين، ده طبعا هيديك قوة غاز افضل. عندنا الحساس بتاعنا بتاع الامان اسباني، فايدة الحساس الاسباني دوت ان هو بيشغل الشعلة بتاعتنا بتثبت في خلال 5 ثواني، ولو في اسرع وقت في اي شركة تانية بيبقى منافسة بتبقى من 15 ل 20 ثانية. غير ان انا كمان لو اتكب مية او لبن على الحساس، مجرد ما بجيب قطمة او منديل وبمسح الحساس بيشتغل على طول، اي شركة تانية برضو بياخد له 2 ل 3 دقايق قبل ما بيشتغل. يعني البوتاجاز بنقول نظام غرف، مكونات ايطالي، تجميع مصري، حوامل زهر، توزيع جيد للحرارة، عزل جيد للحرارة، وكمان الفرن زي ما احنا شايفين فعلا واسع ممتاز، مكونات كلها ايطالي، اشعال ذاتي للفرن والشوايه، سنسور طبعا للتحكم في درجه حراره الفرن، ماتيريال كويس جدا، خامات عاليه جدا، والفينش زي ما احنا شايفين حاجه ما شاء الله عليها. يعني في ميزه برضو ممتازه جدا موجوده في البوتاجاز ده، ان هو الشاشه بتاعته ديجيتال تاتش، تتحكم في كل الوظائف بتاعه البوتاجاز من لمبه لاشعال ذاتي لشوايه لتايمر لكل حاجه، بلس كمان ان انا عندي نقدر اتحكم فيه في الزراير، يعني ممكن اتحكم عن طريق شاشه التاتش او اتحكم بالزراير، دي ميزه بتقدمها لنا البوتاجازات الفولم. كمان انا شايف من جوه في عزل، هو في عزل وكمان مروحه تبريد، يعني عزل ومروحه تبريد ده بيبقى حاجه طبعا كويسه. مظبوط، ان البوتاجاز هيبقى ما فيش اي تسريب للحراره. مظبوط زي الباب اهو، توزيع مجرى للهواء عشان يبقى فيه توزيع برضو التبريد للباب ما يبقاش سخن. كمان بنتميز ان احنا عاملين 2 مروحة تيربو، مش مروحة واحدة، بتديك توزيع عادل سواء من المروحة اللي على اليمين او المروحة اللي على الشمال. تمام، غير ان انا عندي مروحة ستارة هواء لما اجي افتح الفرن بتمنع الحرارة ان هي تتسرب بره الفرن، وكمان بتديني تهوية جيدة للمفاتيح. طبعا بوتاجاز فولمان، بوتاجاز فعلا يعني يستحق الاقتناء، شغل فاخر، بوتاجاز الماني، مكونات الماني، تجميع وجوده مصريه، فينيش عالي، سعر طبعا ممتاز جدا، وسعر العرض بتاعه 7400 جنيه بدلا من 8000 جنيه، سعر حصري، تقدر تطلبه ويوصلك في اي مكان داخل القاهره والجيزه والمحافظات، تطلبه الان من السليمانيه للاجهزه المنزليه الفاخره، حصريات وعروض طوال العام. وشكرا، ورجاء طبعا لو متابعينا اللايك والشير عشان يوصل لكم كل جديد، وشكرا لحسن المتابعة، وانتظرونا في فيديوهات تانية وأجهزة فاخرة وقيمة نقدر نجيبها لكم في معرض السليمانية. وشكرا.